بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فسرنا البارحة بفضل الله سبحانه وتعالى سورة القارعة، ونفسر اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سورة أخرى من سور الذكر الحكيم وآي القرآن العظيم، ألا وهي سورة العاديات. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا. أما العاديات فهي الخيول التي تركض بسرعة وتجري، ومن شدة جريانها وركضها وقوتها يخرج من بطونها صوت الضبح. الضبح شبيه بصوت الصهيل، لكنه يخرج حينما تكون الخيول متعبة من كثرة الجري. فالله سبحانه وتعالى يقسم في القرآن العظيم بهذه الخيول التي تعدو في سبيله وتجري للجهاد في سبيله، والعاديات أي والخيول التي تعدو بسرعة. ضبحة أي تخرج صوتا من بطنها يسمى الضبح، كما قلنا هذا الصوت يكون من شدة الجري، يسمى صهيلا لكنه من كثرة الجري يسمى بهذه التسمية ضبحة. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. الموريات أي التي تخرج بحوافرها قدحا وتشعله من النار من الأرض. كيف ذلك؟ من شدة جري هذه الخيول وسرعتها في الأرض. وتعلمون جميعا أن لها حوافر تصنع من حديد التي يضعونها في رجلي الخيول، من شدة جريها وضربها للأرض تقدح شرارا من النار من قوة وسرعة هذا الركض. أي فالموريات أورى أي أشعل، المشعلات قدحا تقدح النار من شدة قوة جريانها. قال فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، التي تغير أي تذهب لقتال الأعداء عند الصباح. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقاتل قوم جاء مع أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى أرض هؤلاء القوم، فإذا وصلوا قبيل الفجر قال انتظروا، فإذا سمع منهم صوت الأذان لم يغر عليهم، عرف أنهم مسلمون. فإن لم يسمع منهم ذلك قال بسم الله. فالمغيرات صبحا أي التي تغير على أعداء الله عند الصبح تقاتلهم. فأثرن به نقعا، من شدة جري هذه الخيول تثير الغبار. النقع هو الغبار، الغبار الذي يتطاير في الصحراء في الرمال من شدة الجريان. فأثرن به أي بركضهم حركنا هذه الرمال فأخرجنا ذلك الغبار. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، هذه الخيول التي تخرج في سبيل الله تدخل بين أعداء الله، يكبر المسلمون ويدخلون بين أعداء الله فيتوسطون جموعهم غير خائفين ولا هيابين ولا وجلين من أي رجل من الكافرين. سبحان الله. فوسطنا به جمعا، توسطنا جموع الكافرين. هذه كلها في اللغة العربية، والعاديات فالموريات فالمغيرات، هذه تسمى أقساما، والواو في أول الآيات والعاديات هذه تسمى واو القسم، كأن الله تعالى يقول أقسم بالعاديات، أقسم بها. يسأل سائل طيب يجوز أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى؟ قال أما نحن البشر فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، وأما خالق البشر فيجوز أن يقسم بأي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. هو يقسم بما خلق سبحانه وتعالى ليريك موضع العظة والعبرة والاهتمام من هذا المخلوق الذي أقسم به سبحانه وتعالى، فشأنه غير شأننا. قال ما جواب القسم؟ مثلا يعني حينما أقول والله، تقول لي والله ماذا؟ ستسافر، والله ستأكل، ماذا؟ على ماذا تقسم؟ والعاديات، يا الله يا ربنا ما جواب هذا القسم؟ أقسم بالعاديات، جوابه إن الإنسان لربه لكنود. يقسم الله سبحانه وتعالى على أن الإنسان جحود وكفور لنعمة ربه سبحانه وتعالى، يتنكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة جار في كثير من الناس،
مسلمهم وكافرهم، تراه إذا كان فقيرا متواضعا، فإذا أنعم الله عليه تنكر لنعمة الله ونسي ما كان عليه، سبحان الله العظيم. وقد ذكرت سالفا وقديما مرة قصة النفر الثلاثة الذين كان واحد منهم أقرع وواحد منهم أبرص وواحد منهم أعمى، لما أنعم الله تعالى عليهم فشفاهم من أمراضهم تنكروا لنعمة الله. جاءهم مرة سائل قال يا أخي أنا رجل فقير أعطني من مال الله، قال لا أنا هذا المال ورثته كابرا عن كابر، أبي وجدي أغنياء لا أعطيك اذهب. قال إن كنت كاذبا، إذا كنت تنكر لنعمة الله ونسيان نعمة الله عليك فصيرك الله إلى ما كنت عليه والعياذ بالله، يعني الله يرجعك كما كنت عليه. وعاد الاثنان كما كان، الأبرص مريض الجلد عاد كما كان، والأقرع عاد كما كان، وأما الأعمى فقد شكر نعمة الله وقال يا أخي هذا المال مال الله، فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، لا أرزقك منه شيء، يعني لا أطلب منك أي شيء، خذ ما تريد. فقال أنا رسول الله إليك ليبتلي صاحبيك، فقد غضب الله على صاحبيك ورضي عنك. سبحان الله العظيم. إن الإنسان لربه لكنود، اللهم لا تجعلنا من الكاندين. الكنود أي الكفور والجحود لنعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير وإنه لها معنيان، وإنه أي والله تعالى شهيد على أن عبده كافر بنعمته، أو أن الإنسان نفسه إذا جئت إلى الحقيقة تعال أنت قرر أليست هذه نعمة الله عليك، في حقيقة نفسه يقول نعم، وإن كان كنودا وإن كان جحودا يقر في حقيقة نفسه. هذان معنيان لهذه الآية، وإنه على ذلك لشهيد مقر بذلك في حقيقة نفسه. وإنه لحب الخير لشديد، الذي يدفعه للتنكر لنعمة الله أنه كنود ينسى نعمة الله شدة حبه للمال. وإنه لحب الخير أي لحب المال، أكثر المفسرون قالوا هنا كلمة الخير بمعنى المال وليست على إطلاقها، أكثر المفسرين هكذا قالوا. إنه لحب الخير أي لحب المال لشديد، أي شديد الحرص، وهذا يدفعه فيما بعد إلى أن ينسى نعمة الله تعالى عليه. وإنه لحب الخير لشديد، فإذا كانت هذه أوصاف هذا الإنسان، كيف يريد هذا الإنسان أن يتغير عنها فيتحول إلى أوصاف العبودية والشكر وعدم التنكر لنعمة الله؟ يذكره ربه سبحانه وتعالى، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ ما تتذكر أيها الإنسان في يوم من الأيام سيخرج كل ما في القبور من أموات قد بلوا وفنوا ولم يبق منهم إلا عجب الذنب، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، عظم صغير قد لا يرى بالعين المجردة، يأمر الله تعالى الجسد فينبت كما ينبت الحب حينما يأتي عليه السيل يخرج بسرعة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ أخرج وحصل ما في الصدور. خرج الناس من قبورهم يتساءلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كما في آية أخرى تجيبهم ملائكة الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ نعم يا ربنا، قال وحصل ما في الصدور. إذا الإنسان قد أدان إنسانا آخر، دينت أنت واحد ديني وأطال الغياب عليك، تذهب إليه فتعنفه أعطني ديني أعطني ديني، تحصيل هذا، وكان قديما في لفظة عامية يقولوا التحصل دار، هذا البروح حصل المصاري يعني، نعم تحصل دار قديمة، هذه كانت كلمة تستعمل تركية. وحصل ما في الصدور يعني واستخرج ما في أعماق الصدور، إيش تخفي في أعماق صدرك من حقد على إنسان أو كراهية أو غل أو طمع أو إرادة شر، استخرج كل ما في صدرك، أو بالمقابل قد يكون في صدرك خوف الله، محبة الله، الخشوع بين يدي الله، إرادة الخير للمسلمين، كل ذلك سيحصل تفصيلا، وحصل واستخرج بتفاصيله ما في الصدور، ما أخفي في الصدور في الدنيا. هنا في الدنيا قد تسلم على إنسان أهلا وسهلا بك، لكنك في الداخل تقول والعياذ بالله أنا أكرهك ألف مرة، في ذلك الوقت لا، ظاهرك وباطنك واحد، وحصل ما في الصدور.
أمام الناس كلهم. هذا ما في داخل هذا الإنسان. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله تعالى عالم بظاهرهم وباطنهم، لذلك ينبغي على المسلم أن يحسن ما في باطنه كي يرى ذلك أمامه يوم القيامة حسنا أمام جماهير الناس. اللهم حسن ظاهرنا وباطنا، وارحمنا إذا وقفنا ذلك الموقف العصيب بين يديك، وجعلنا من الذين تبيض وجوههم ولا تسود وجوههم، يا رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين.